كنت أسأل نفسي سؤالا عندما أرى ذلك القارب الذي يسمى الشاشة، كيف لهذه الشاشة أن تطفو على سطح الماء دون أن تغرق رغم وجود فراغات بين سعف النخيل المصنوعة منه؟ لكنني عندما جلست مع واحد من سكان لوا عرفت السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. ولهذه الشاشة تفاصيل يرويها لنا علي بن خميس من أهالي ولاية لوا، وتفاصيل أخرى عن لوا إحدى الساحل الباطنة. أشعارنا الشاشة، أشعارنا وأشعار أبائنا وجودنا. الشاشة استعملها من زور النخل، من النخل ناخذ أحسن الزور ونسحله، عقب ما نسحله نجيبه ونخرسه في البحر. شيء نخل معين ولا أي نخل؟ شيء نخل معين، ولا مسلة ولا شهل، ما كل النخل معين يعني، ولا مسلة ولا شهل، إن هذا زور قوي ما يخرس زيادة في البحر. ونجيب ونخرسه هنا ونخليه قدار أسبوعين، ونقلد الليف، نقلد الليف ونسوي مشاكيك، وناخذ العسل مال الصلان ونسوي مشاكيك قدام في الحبل من قدام، في الحبل من قدام، من قدام عنا نشك بالزور، نكمل الزور، خلص الزور دخيناه وسحناه ونولمه، شيء يسموه بغ، وشيء يسموه رضف، وشيء يسموها راس. نقول نكمل القاعة، نشك القاعة، عقب نكمل نشك الخواصر منه ومنه، سموه خواصر، سموه خاسرة. بعدين نشك الغطاء، بعدين نجيب الكرب، استعمل لها الكرب. شوف الشاشة هاي كم شلت، 1500 كربة، 700 500 على كبر الشاشة، شاشة كبيرة مال ضغوة، وشي شاشة مال سيرة بحر يصيدوا بالصيد، وشي شاشة بعد يصيدوا بالصيد إلا صغيرة ما النفر واحد، ما النفر واحد. كملنا الشاشة، شكيناها وصفينا الزور وصفينا عليها الكرب. الكرب يكون ببطنها، ببطنها، هي صف داخل بطن الكرب. بعد الكرب ما اللي توح، تي وتوح الصفة مرة، كان من قل تقلبها، وكان سيدة سيدة مسوب شيء هوية الصف عليها، تعدل الكرب الصفها مرة صف، وتتبعها مرة كامل من التفر للصدر. يوم تجي الصدر تخلف الصف الكرب، كان قابل كذا كذا في العرض، لا الصدر تخلفه، تخليه صف على قدام، على قدام، على قدام. إيه أبوز الكربة يصد قدام صدر الشاشة. ليش؟ أنا ما يزخ ماي. أها. إيه يوم يدور صدر الشاشة ما يزخ ماي، ما كمل هذا اللي هنا في الوسط، هنا ياخذ زيادة كرب، واللي هناك لا. الشبت عاد صفيت على سويت على فيها مشايب يسموها، تصلبها وتجيب غصوص وتجيب هذا صورة، الصور تزخ عليه وتصلب المشابه على ذيك الصور، تزره على قوتك مرة، على قوتك مرة عشان يمسك، عشان يمسك، يمسك في الزور في الشاشة الروحة. تتبع هذا الشاشة هنا في التفر ثلاث، في الصدر في الوسط ثلاث، في الصور ثاني، هنا في الغصوص الثاني القدام بعد ثلاث، في الصدر ثلاث، كان على كبر الشاشة وصغرها دفافين عليها، سوي لها دفافين شكل ما هذا دفافين منه، وتربط على غصوص، تربطها على غصوص، وخلصت الشاشة جاهزة عاد، جاهزة تو، تو الشاشة يهزت تو عليك سوي ايش عاد. كان بس الغبة البحر السلم هشوة، سوي دقل، دقل شراع، شراع سوي لك دقل على قد الشاشة، وسوي لك شراع على قد الشاشة. صيد نوعين، صيد الخيط وصيد الليخ. صيد الليخ نستعمله من البي، نستعمل البي، 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 البي هذا اللي اول شيابنا يشترون مسكد. هذا غزل؟ لا ما غزل، هذا مال شير، شير، مال شير، ايه بي مال شير، البي هذا مال شير، مسكد، من مسكد، ايه
بعدين تقرب لنا يا ابو فسحار. تقرب عند النسوان وغزلنا النسوان، نعطي زان وناخذ عنهم بوزان. عقب جبنا احنا مع النسوان خذناه طويناه كبيب. عاد انت كم تريد كم شده اللي تريده؟ تريده ست؟ تريده ثلاث؟ تريد على كم؟ على ما تريد. المنصب نسوي ست شدات. المنصب مال كنعد والسهم، السين مال خباط، وغالب باقي السمك الصغار نسوي ثلاث شدات شدتين. تحت ثلاث شدات، وهوق نخل شدتين. اللي قبل لا نستعمله هذا نحيسه قبل لا نستعمل البي، يعني الطراقه، او نحيس ونحويه على بعدين زخينا طرق نطرقه روحنا. جبنا عاد هنا ولفنا المحان ورنفنا الكرب وصفيناه دوب ما داير صفتين وكبينا محار لين يكمل كمل. لبقناه بكمته وعطيناه بضب. ايش يسموه؟ يسموه صار هي يسموه صار الاسم. تم يلبق عاد في الضوء لين قدام اذان العصر. عصر عقب اذان العصر وردت الشمس جينا طلعنا المحار هذا النظيف طلعناه. كان استوى اسود تراه هو ما ينفع هي ما ينفع ولا استوى كما ثوبك كما ثوبي بيضاء ينفع محار. ينفع تراه هو ينفع. وقف اللي قال يلا مسوى ركبت المسوى دورت مسوى سي سحار مسوى هي سي سحار هي مسوى من سحار هاجيري من سحار ونعدله تبع نعدله مرة نعدله قال ما يحتاج خلص الليخ وخلصت اللناير الحين كل شيء خلص كل شيء من الغزل والبي غزل صيد الياخ صيد الياخ تو عاد الليخ خلص من كل شيء شليته تنصبه كان عندك شاشة من قبل شليت في ذيك الشاشة زقرت لك وشرواك اللي هناك حاضرين قالوا عويش جاب يسوي مهموسة قروس البر والسم العربي والتمر المدنو يلا تعالوا كلوا منه منه من والعرب تاكل اللي يزيد شل البحر اللي يزيد شل معه البحر هو ربيعه كان عنده ربيع اول ما يتوح حصاه داح كسره من الاقمر ورا الحصاه داح البحريه ذيك الثانيه داح كسره كذا ورا البحريه ما غط الليخ مثل غط منك مثل واللي يزيد كله هو ربيع الساحل الخيط كيف نعمل؟ الصيد بالخيط كيف نعمل الخيط؟ ناخذ غزل ونحيسه لوحده ونشوف كم شده يبي الخيط ثلاث شدتين ونزخه ونكسره لوحده ونكسره على يدينا في اليوم بسوي لك باعين ثلاث تبوع بس يوم بتسوي بعد اللي يقول لك على الطوالات يزهد. بغيت عاد شدتين عاد الرداع هناك كيف الرداع؟ الخيط الروحه ثلاث شدات. والرداع شدتين رداع. الصيد الوايد هاي بذرة الديايو والقصماء هذا نسوي له 10 ميادير. حد يسوي له 12 انا انتهى تحتك ومسوي له سواويد. قريبة يعني؟ ايه قريبة. أول ما سويته وماشي. الحين ما هي. كله بعيد الحين. كله بعيد. ها بذرة الصالة والكوفرة والسمان والقربية والباوو والوريقة فرينكا سنسر هذا باقي السمك. هذا أنواع السمك. هذا نسوي ثلاث ميادير. ولا أربعة. دفرت دار البر ليك الصبح نشرت الشراء كان البر خفيف جر تحته شوي 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 شوي, شوي. وكان البر طيب هو طيب ما يستحمل يشلك الشراء يوديك لين انت المكان انتبه طرحت هناك وحدقت ويوار الهواء
نشرت شراعك ويت على البر. وبعد رحلة صيد طويلة كانت أم قصيرة، يأتي الصياد بما رزق رات البحر ويعطيه لشخص يعرف محليا باسم المار، وهو الذي يتولى عملية نقل السمك ليتم بيعه بعد ذلك في العصة، حيث ينادى عليه في سوق لوا الذي كان يحتوي في السابق على أنواع متعددة من البضائع التي تأتي بها السفن العابرة من بلدان مختلفة. البيع السمك هنا عندنا احنا بلدنا هذه عندنا قماميط. قماميط يشلوا السمك يبيعوه مكان ثاني. يشلوا بيعوا يودوا العرصة. كان عرصة هنا. وين العرصة كانت؟ عرصة شرق المحكمة الشرقية. شرق المحكمة هنا. هنا كان صدر كبار. وتولى في العالم هنا. مسيرة ساعة، ساعة ونص تسمعهم. من قوت العالم. هنا العرصة. وينادوا هناك؟ ينادوا هناك على الصيد. القمار تشله منه وشي يودي هناك وينادي عليه، ويوم هذا جاب فلوسك وقال له أبوي هذا بيعك. عطيت اللي رازق لنا سهمه. وخذت سهمك انت. البضاعه تينا مسكت. مسكت. ونزلها على هذا حرمول. الولايه الواء الا البندر حرمول. بندر السفن. بندر السفن حرمول. ينزلن على حرمول. يشلن من حرمول. السفن. يحملوا قاشع، يحملوا لومي، يحملوا كل شيء. يحملوا من حرمول السفن. اكثري. ويوم يعني لهم يشتوا لهم يعني مكان حمال. كما صحم كما الخابورة يصير ربوان يشحن يشل منك هي ما كله مني. والبوام التي بناك بعد شي بالعيش نزل تتبع وتنزل حرمون نزل على البلادين ذلك. ما هي سيارات غير على الله على الله والمحمل. المحمل بوم يلبوت سنبوق كوتية هذا البوام محمل بدن بدان كبار. هذا في محامل لها اللواء؟ لا ما لها لواء غير هلواء اللي تجي عابره. اللي عابره وشي عندنا هنا بوام شي بومين محملين بعدين باعن بعدين سوى يالبوت عود سوى يالبوت كبير بعدين الخب وسوى فيه نفر واحد وخب شديد الخب نشرك الرجال قبل يومين ثلاث ايام هوا ما قاوا على الخب نفر واحد صحيح هي كان عليه بخصين ويضرب الباورة بخصين ويركض على السكان ورجع على البر. يوم يزن في نص المعي دق الفكر بعد ثانية كان بعقد الباورة هنا وبعفد عنه هذا البر قريب تاح الباورة العودة ليه يوم تاح الباورة العودة جاء بتكب كبر الخب اشفه مرة ثانية طش كم هناك وكان يلايف صوبين سلم هو هو سلم هو بخير المحمل خلاص راح المحمل ما راح ما صابه شيء اللي عاد لوثوه بعدين طلب لي ناس وهذا ولوثوه في عاد ضرب مال كلفات وهذا صيانه بسيطه المحمل وشار وكغيرها من مدن الساحل ينتقل معظم سكان الساحل في حرمول وهي أكبر قرى الساحل في لوا ينتقل سكانها إلى المزارع لقضاء فترة القي تحت ظلال أشجار النخيل. احنا ننتقل بلدنا هاي تنتقل نبر تنقل هذا لميس لبلاد قريبة إلا نخل غرب ما نحن الحرمول احنا ننتقل من قبل لا يبشر الصلاني شلينا شلينا عاد نسوق الدعون تعبوا دعون الاول ماشي غيرهن دعون نشل من الدعون هذيلا ونبني عرشان داخل النخيل وحددوا فرقان طلعوا من النخيل مكان يعني صحراء كذا وداروا صف البيوت عشان صار سكن سكن
لا لقى يخلصوا من القير، خلصوا من القير تحولوا ردوا بعد الشتاء على الساحل، ردوا على شنو؟ بعث البحر ثاني مرة غير هي في القيضة. لو بعث البحر إلا عنده دوباي هنا بحر 20-15 ولا عنده شد ولا يسار ساعة إلا الصيد وايد، إلا والصيد وايد على الشدود، صالة كعب كر مكر قورانة من جميع السمك. صار شحنة شل القماط، صار يبيع القماط عاد يتبع الفرقان الصبح، يتبع الفرقان ولا العصر، لا عقب الظهر، لا في العرصة يبيع العرصة، وفي منادة وجلال يدانت عليه سمك. من المناطق الوا من شرقه ماشي غير حرمول، حرمول على البحر بي ماشي، وانت ماشي احنا ماشيين نبر حرمول. نبر بس بعدين يجيك رميلة. هي رميلة الدواني من الشناص. اها هي اللي عند الوا الغرب يعني زياده شويه في اليبال. نعم في تعلم قرآن. قرآن؟ قرآن. كيف كانوا يتعلمون؟ يعلمهم مطوع. تعلمهم مطوع. مطوع علمهم من الألف للباء. يعلمهم كتب لهم على لوح، ياخذ الحبر، الحبر مال عوق مال البحر، ولا عنده حبر روحه مالها، ويعلمهم يكتب لهم على اللوح ويعلمهم الحبر، لين يعني يطلعوا من يد عمه. من الآيات هذا القصار عاد عفل مصحف وتم يقريهم مصحف. الساحل ينادي هذا الشيء أنا ما صرته اللي يخبرونا عنه، يخبرونا عنها إن شيرك كبيرة كبيرة ما عندك كم متر كذا يعني دورته، وثمرتها كما الغرش. هذا شيرة ما شو صح كما الغرش هاي اللي يقول انا يومتي هناك تحتها كان انسان مريض يستفيد ياخذ منها يعني سكن الالام يقولوا سكن الالام يستفيد من يعني من شيره هذيك الشيره هذيك هي شجره واحده؟ شيره واحده بس ماشي غيرها هي ويمكن الشياب يقول مستوت الدنيا هاي الشيره هي موجوده هي موجوده بسنين سنين سنين